السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي اليوم للبيع نيسان باترول وارد أمريكا، بأمريكا يسمونه أرماد، إحنا بكويتني بدون خليج نسميه باترول. طبعاً 8 سلندر، يجي ماكينة 400، كل اللي يجي من أمريكا كل مكاين 400 بدون دبل، 2017 ماشي 162 ألف ميل إذا ما أنا غلطان، 162 ألف ميل بدون دبل، موتر مخمل. السعر 5900 دينار كويتي. طبعا يجي ناس يسألوني يقول تكييف، يقول تكييف مركزي، كله تكييف مركزي. يجي نيسان باترول، السعر 5900 دينار كويتي، لوحاته الكويتية، ركبنا اللوحات جاهزة.